الشريط 26 شروط صلح الحديبية، فوائد وحكم الصلح، ثم بيعة الرضوان. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، هذا أيضا هرب بعد أن اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. هرب رجل من قريش كما هرب أبو جندل، هرب رجل آخر من المستضعفين يقال له أبو بصير، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يعني قريش جادة في الأمر، بيننا وبينك عهد، من جاءك مسلما من قومنا تعيده لنا. فأرسلوا رجلين وقالوا العهد الذي بيننا وبينك، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير للرجلين لأنه لا يغدر صلوات الله وسلامه عليه، فخرج به أي بأبي بصير حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو الميقات الآن، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر أي استل السيف وقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، أعطني السيف هذا أشوفه، فأمكنه منه أي أعطاه السيف، يقول فضربه به حتى برد يعني حتى مات، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، أبو بصير قتل صاحبه ويريد أن يقتله فهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني يريد الآن الأمان لنفسه، هو في الأصل جاء ليأخذ أبا بصير، ما يريد أبا بصير ولكن يريد أن يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه حتى لا يقتله أبو بصير. فجاء أبو بصير ومعه السيف وقد قتل صاحبه، فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني عليهم ثم أنجاني الله منهم، أنت ما قصرت، أنت العهد الذي عاهدتهم عليه وفيت به وسلمتني إليهم لكن الله نجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يقول ويل أمه هذه دعوة ولكنها كانت تستخدم في السابق عند العرب للدعاء على الرجل، ذم تكون ذما مثل قولهم ثكلتك أمك، مثل قولهم تربت يداك أي التصقت بالتراب، ثم مع كثرة استعمال هذه الكلمة صارت تستخدم للشيء يستغربه الناس، ثكلتك أمك كيف فعلت هذا، ويل أمه كذا، تربت يداك، صارت تستخدم للشيء الذي يستغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، هذا سيشعل الحرب بيننا وبين قريش لو كان له أحد، أي لو كان أحد ينصره، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبيه يقول له إيش، ترى إذا جاءت قريش وطلبتك سأسلمك مرة ثانية احذر. فلما سمع ذلك من عرف أنه سيرده إليهم أي إذا طلبوه، فخرج أي من المدينة حتى أتى سيف البحر أي من طريق جدة، وقال ثم انفلت أبو جندل مرة ثانية، أبو جندل انفلت أول مرة في الحديبية، مرة ثانية أيضا هرب من قريش، ولكن أين يذهب إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إلى قريش إذا طلبته، أين يذهب؟ ذهب إلى أبي بصير عند سيف البحر، يقول فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، عصابة تطلق على المجموعة من الناس تعصبوا لأمر أي اتفقوا على أمر أو جمعهم أمر يقال لهم عصابة، يقول فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، ما بينهم وبين قريش عهد، بالعكس قريش عذبتهم آذتهم قتلت منهم من قتلت، لذلك هؤلاء ليس بينه وبين قريش عهد، فآذوا قريشا في هذه من هذه الناحية. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتى لما أرسل
فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم، نناشدك بالله، نناشدك بالرحم التي بيننا وبينك، أرسل إلى هؤلاء يعني إلينا في مكة، أرسل إلينا أن هذا الشرط تنازلت أنت عنه، والذي يسلم يأتيك كيف ما في مشكلة، لكن بيننا وبينك عهد أن لا يكون هناك قتال، ولا يكون هناك سرقة، ولا يكون هناك أخذ أموال. أذان هؤلاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أي تنازلنا عن هذا الشرط، مع أن هذا الشرط كان المسلمون يرون أنه إيش ضرر عليهم، ثم ظهر غير ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، القتال بالصلح الذي كان بينهم، من بعد أن أظفركم عليهم، أي كان الله تبارك سيظفر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، وكان الله بما تعملون بصيرة. أظفرهم الله عليهم في الخندق، أظفرهم الله عليهم في بدر، قال: هم الذين كفروا، أي أهل مكة، وصدوكم عن المسجد الحرام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم معتمرين، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي منعوا الهدي أن يبلغ محله، وهو أن ينحر عند البيت. يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي الضعفاء المستضعفون كأبي جندل وأبي بصير وغيرهم من المؤمنين الذين كانوا في مكة لا يستطيعون الهجرة. يقول: لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي لما تدخلوا مكة في حرب تقتلون الكفار وقد تقتلون من المؤمنين وأنتم لا تعلمون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي تعيرون بعد ذلك بهذا، ويقال قتلتم أصحابكم وقتلتم المؤمنين بغير علم، أي بغير علم منكم أن هؤلاء من المؤمنين. قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي من عباده، لو تزيلوا، أي لو انفصل المؤمنون الذين في مكة عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن سبب عدم تعذيب الله تبارك وتعالى لأهل مكة هو وجود الضعفاء من المؤمنين داخل مكة. قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك في قولهم أنه من خرج من عندنا مؤمنا تعيده لنا مرة ثانية. قال: وألزمه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وبعد ذلك انتهى هذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة بعد سنتين، وهو ما كان من فتح مكة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. الشروط التي اشترطوا عليها في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها ما يأتي: أولا، أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة،
ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعتمرون من السنة القادمة في نفس الوقت. وهنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته صلى الله عليه وسلم، وحج مرة واحدة. اعتمر الأولى هذه عمرة الحديبية التي نحر وحلق بها ولكن لم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصر منيعة. والعمرة الثانية عمرة القضاء من السنة القادمة، والعمرة الثالثة بعد حنين، لما خرج إلى حنين رجع واعتمر من مكان يقال له الجعرانة. والعمرة الرابعة مع الحج لأنه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها في ذي القعدة، في سنة 6 من الهجرة، وفي سنة 7 من الهجرة، وفي السنة 8 من الهجرة، وفي السنة 10 من الهجرة، كلها في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أو البند الأول أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة. البند الثاني يقضون عمرتهم من العام المقبل ويقيمون أي خلال العمرة 3 أيام في مكة فقط. الشرط الثالث لا يدخلوا مكة بسلاح إلا سلاح الراكب، السيف في القربة أو سيف في القرب. الرابع من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه يرده عليه أي مسلما، ومن جاء قريشا من المسلمين لا ترده إليهم أي لا ترد قريش ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس من أراد أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه وله مثل شرطه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعهده دخل فيه وله مثل شرطها. فدخلت خزاعة مع قريش ودخلت بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. السادس أن بينهم أي بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكة عيبة مكفوفة. والسابع أنه لا إفلال ولا إغلال. ومعنى الشرطين السادس والسابع أي بيننا وبينهم في هذا الصلح صدرا معقودا على الوفاء بما في الكتاب، نقيا من الغل والغدر والخداع، ومعنى مكفوفة أي معقودة. فهذا معنى الشرطين السادس والسابع. البند الثامن أو الشرط الثامن توضع الحرب بينهم 10 سنين. هذه هي الشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة. هذه الهدنة في ظاهرها أن فيها إجحاف للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن ليس الأمر كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد، يقول في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، يقول وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله جل وعلا الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده سبحانه وتعالى. منها أي من هذه الحكم أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. ومنها كذلك أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر ما كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، يعني دخل في الإسلام في هذه المدة. ومن أشهر من دخل في الإسلام في هذه المدة خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة وغيرهما من الصحابة. ثم كذلك منها أي من فوائدها ما سببه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وتصديق موعوده. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعوة إلى دين الله تبارك
وتعالى، فصار صلوات الله وسلامه عليه يرسل رسله، فأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى النجاشي وإلى غيرهم، كلهم أو كلهم يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام. وهنا التنبيه على أحداث وقعت بالحديبية، وهي تتمثل في 4 أحداث مشهورة. أولها أنها نزلت فيها حادثة كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما حدث بذلك الإمام البخاري في صحيحه أن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، أي يسقط منه القمل الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك، أي وهو محرم، كان محرما، فقال: أيؤذيك هوامك، أي هذه الدواب التي في رأسك؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق رأسك، أو قال: احلق فقط. وقال: وفي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو أنسك بما تيسر، يعني إما أن تنسك نسيكة أي ذبيحة، وإما أن تصوم، وإما أن تتصدق. الثانية، المسألة الثانية، وهي أنه في الحديبية أيضا وقعت مسألة عقائدية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري رضي الله عنه ورحمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء، يعني على أثر مطر، كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. ومعنى هذه المسألة أن الناس، أي الذين كانوا على وجه الأرض في ذلك الوقت الذين أصابهم المطر، كانوا ينقسمون إلى قسمين: من أصابه المطر وقال هذا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا، أي أن النوء هو الذي أنزل المطر، أو أن النوء هو الذي سبب لنا هذا المطر، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه نسب هذا الإنزال، أي إنزال المطر، إلى شيء ليس بسبب الله أصلا، وهو الكوكب. ويفرق أهل العلم بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، فإذا قال مطرنا بنوء كذا بالباء السببية فهذا هو الشرك والعياذ بالله، وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا فهذا ليس بشرك، إن كان يقصد أن مطرنا في نوء كذا أي في الظرفية، أي في الوقت الذي كان فيه النجم الفلاني في المكان الفلاني نزل المطر، فهذا لا بأس به. المبحث الثالث في الحديبية أيضا لما نزل المطر، يقول أبو المليح بن أسامة: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ استفتحت يعني طلبت الإذن، قال أبي: من هذا؟ قال أبو المليح، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. وهذا فيه سنة الصلاة في الرحال، أي في البيوت إذا نزل المطر، وفيه أن المنادي ينادي أن الصلاة في الرحال.
المبحث الرابع أو المسألة الرابعة أنه في الحديبية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. قال البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ويوم خيبر بعد الحديبية مباشرة. وكذلك وقعت آيات من النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما ذكرناه من وضع السهم، وكذلك ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، والركوة إناء صغير من الجلد، يقول: فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه كأمثال العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأنا، فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. 15,000 يعني 1,500. تم في الحديبية أمر يحتاج إلى وقفة، ألا وهي بيعة الرضوان. هذه البيعة ذكرها كثير من أهل السير والتواريخ، ونذكرها من تاريخ الإمام ابن كثير البداية والنهاية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. وذلك أن قريش قد بينا أنهم قبيل يعني صلح الحديبية أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود، ثم أرسلوا زعيم الأحابيش، ثم جاء سهيل بن عمرو. وخلال هذه اللقاءات كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد أرسل إليهم رسوله، وهذا الرسول هو ما يبينه لنا عمر رضي الله عنه في هذه الرواية. يقول ابن كثير: النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي أحد، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاره أي قال: إن عثمان جار لي، أي لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه أو يؤذيه، وأي إيذاء يقع عليه فإنما هو إيذاء علي. وهذه كانت من العادات الطيبة عند العرب قبل الإسلام، وهي من العادات التي أقرها الإسلام. ثم انطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب رفيع ومحبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا
فعثمان بن عفان كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله شوق إلى الطواف ببيت الله العظيم، ولكنه امتنع عن الطواف لا رغبة عنه، ولكنه أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. نعم، لأن هذا الأمر وارد، كفار وهذا رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهم قتال بدر وأحد والخندق، والرسول قد جاء بعدد كبير وهم مستعدون لقتال، وهم لا يعني يتقون الله تبارك وتعالى ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا يستبعد حقيقة أن يقع من أمثال هؤلاء الجرأة على قتل عثمان رضي الله جل وعلا عنه. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. فهذا هو المشهور من سبب بيعة الرضوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عثمان قد قتل وأن أهل مكة قد غدروا به، بايع أصحابه على الانتقام له، وهي بيعة الرضوان عند الشجرة. يقول جابر رضي الله عنه: لم يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. بعض الصحابة ذكر أن هذه البيعة كانت بيعة على الموت في سبيل الله، وبعضهم ذكر أنه بايعهم على ألا يفر، وهما متلازمان، لأن من لا يفر الموت وارد بالنسبة له. يقول: فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا رجل واحد، وهو الجد بن قيس أخو بني سلمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر هو الجد ابن قيس. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا اليوم العظيم، وبايع عن عثمان بيده صلوات الله وسلامه عليه، وقال: وهذه لعثمان. فبايع عنه، فكانت يده لعثمان أكرم من يد عثمان لنفسه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.